تمكنت وعدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم بعقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، أين تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة ليتم توقيف 3 أشخاص وحجز 3600 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي جرام. المركبة المستعملة 4 هواتف نقالة مبلغ مالي قدره 37 مليون سنتيم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.